الناس اللي كيعانيو من رائحه الفم. رائحه الفم عندها جوج ديال الحوايج اللي خاصكم تعرفوها، وكاين اللي ما كيعرفهاش بزاف ديال الناس. اول حاجه الجهاز الهضمي والمصارن والمعده اللي كتكون فيهم مشاكل، درجه الحموضه كتطلع بزاف، او التعفنات البكتيريا اللي كتسمى ليشاكولي اللي كتسبب هذه المشاكل ديال المعده وكتعطيه هذه الغازات. وزياده على المصارن كيوليو يطلقوا ميكروبات ميكروبات اللي كتخرج من الفم. ثاني حاجه زياده كاينه المساله الاخرى، ان مشكله اللثه كتكون فيها فطريات اللي كتجلى في التغذيه وسوء التغذيه. وثاني حاجه زياده الناس اللي فيهم داء السكري، فالسكر ملي كيطلع كتولي كتفرز واحد الماده سميتها لاسيتو وكتخرج من الفم وكتعطي هذه الريحه الكريهه. باش نساعدكم ونعطيكم جوج ديال الحوايج، اول حاجه غندوز معكم اول وصفه، والوصفه الاولى الجهاز الهضمي والمضادات البكتيريه. كناخذ مواد بسيطه وسهله بزاف وكتساعد كاع الناس وكتحميهم من هاد الجراثيم ومن هاد الريحه الكريهه اللي كتكون في الفم. اول حاجه عندنا الزعتر. الزعتر عنده واحد المنافع كثيره، زائد النافع البلدي، ماشي النافع البلدي اللي هو زوين بزاف، زائد باديانا. وكناخذ الحبه السوداء اللي كتسمى حبه بركه، معروفه بحبه بركه. هاد المكونات واخا يكونوا مطحونين ننصحكم تعودوهم في غربال رقيق ديال الحنه اللي كنستعملوه الناس الاجداد ديالنا، وكلشي كيستعملوه ملي كيطحن الحنه كتخرج رقيقه بزاف، اللي كنحصلوا على واحد الغباره رطبه. هذيك الغباره كنوليو ناخذوا منها ملعقه صغيره قبل الفطور وقبل الغداء وحتى قبل العشاء، وكنشربوا عليها كاس ديال الماء، وكندوموا عليها يوميا مده 4 أشهر. سمعوا الاخوان، 4 أشهر اللي كندوموا عليها، وهذا الجهاز ديالنا كيتنقب معنى الكلمه. ونزيدكم عاوتاني، ثاني حاجه مشكل اللثه اللي كيعانيو منها بزاف ديال الناس، لثه الاسنان. غادي نعطيكم واحد الغبره اللي هي زوينه، حتى هي غبره اللي كتخلط مع معجون الاسنان. اول حاجه عندنا عاوتاني الزعتر اللي عنده كما قلت لكم فوائد كثيره، زائد القرنفل والقرف، زائد القرفه، وواحد الماده اللي غادي تستغربوا منها بزاف اللي هو الفرشي، اللي هو داك الغطاء اللي كيكون مغطي شجره البلوط، وهاد المواد المرممه اللي كتقتل البكتيريا. كناخذوا الزعتر كما قلت لكم، كناخذوا الزعتر منه معلقه كبيره، زائد القرنفل 5 الحبات، القرفه منها معلقه صغيره، والفرشي 2 معالق كبار. وهاد المكونات حتى هما نفس الطريقه، نشدوهم ونعاودوهم حتى هما في هذاك الغربال اللي قلت لكم رقيق ديال الحنه، حتى تتولي عندنا كما قلت لكم غباره رطبه. وكنشدو هذيك الغباره وكنديروها في واحد البواطه اللي حنايا كنستعملو منها، وكنخليوها جانبا. وهذيك الغبره اللي كتولي عندنا حنايا كنديرو منها شويه في الفرشه الاسنان، فرشه الاسنان من الفوق، ونزيدو المعجون الاسنان اللي عندنا في الدار، ماشي اي معجون اللي كتستعملو هو اللي غادي تبقاو تستعملو عادي. وهاد الوصفه حتى هي كندوموا عليها 4 ديال الشهور، سمعتوني 4 ديال الشهور، كتوليو تحسوا بسنانكم كيبياضوا واللثه كتعالج، اللي كتحيد مشكل رائحه الفم، ما كتبقاش عندكم اخوتي هاد الرائحه ديال الفم. يعني وصفات خطيرين، واللي ما اللي عنده شي استفسار او عنده شي مشكل يخليه ليا في لي كومونتير، اي حاجه يمكن لي نجاوبكم عليها، حيت هاد الوصفات اللي عطيتكم زوينين زوينين زوينين، وعندهم منافع كثيره. ولحد دابا راه جاي رمضان والناس كتولي عندهم هاد الريحه ديال الفم، يعني الا كنت خدام مع صحابك، او ان كاين اللي اول مره كيتلاقى مع الخطيبه ديالو، او يلاه كيهضر معاها كتعطيه ديك الريحه ديال سميتو، هذا راه مشكل داخلي. فهمتوني خوتي، يعني اي واحد خصو يعالج راسو قبل، يعني ملي لاحظ فيه شي حاجه راه عادي انه يعالجها، يعني خص اي مرض
كما كان فوق تقبلو كما كنت. يعني اي حاجه عندها الدواء ديالها، ما كايناش في هذا العالم اللي ما كايناش شي حاجه اللي ما كاينش الدواء ديالها. يعني غير الواحد خصو يسول ويستفسر ويسول بزاف ديال الناس باش انه ياخد واحد الفكره معينه. كنصحكم اخوتي كاملين انكم تجربوا اللي عنده هذا المشكل عادي، ويخلي لي الكومنتار يقول لي كيف جاتكم الوصفه، وكنتمنى تداوموا عليها لانها فعاله بمعنى الكلمه، يعني فعاله لانها مواد بسيطه وسهله بزاف، ما فيهاش شي حاجه اللي هي صعيبه، وكل شيء عندنا في الدار، واللي ما عندناش في الدار يمكن لنا ناخذه. فهمتوني؟ كنتمنى هذا الشيء يكون عجبكم، وكنتمنى لكم التوفيق. والناس اللي مازالوا ما داروا الاشتراك بالقناه يديروا الاشتراك بالقناه، وتبقاو تخليوا لي لي كومونتير كيفاش جاتكم الوصفات ديالي، وشنو ديك الناس اللي باغي شي حاجه يقدر يقول لي شنو هي الحاجه اللي يمكن ليه اللي عنده شي سؤال على اي حاجه يمكن يخليها ليا في لي كومونتير، يمكن ليا انني نجاوب عليها في وقت قصير ملي بان ليا الكومونتير ديالو، وغادي نجاوبو ديك الساعه نيت ونعطيه الوصفه اللي بغى. كنتمنى لكم اخوتي التوفيق، والناس اللي خدامين والناس اللي كيفيقوا بكري مع الخمسة الصباح او ربعة الصباح، كنتمنى لكم التوفيق كاملين اللي داخل الوطن وخارج الوطن. وتحياتي لكم وبزاف بزاف.